ولمزيد من المتابعة حول احتفالات استرداد طابة الحبيبة ينضم إلينا مباشرة من جنوب سيناء كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية ضعنا في أبرز المظاهر الاحتفالية لديك وأيضا المشروعات التي تم افتتاحها بهذه المناسبة. نعم، نحن نتحدث عن يوم عظيم، يوم استثنائي، يوم عودة الأرض إلى مصر، يوم عودة طابة إلى أحضان مصر. نحن نتحدث عن عيد استثنائي لأن هذه المرة لا نتحدث فقط عن رفع العلم على أرض طابة في الذكرى 32، ولكن نتحدث على تدعيم هذا الاسترداد، استرداد الأرض بالمشاريع التنموية. فمثلا بالأمس كان هناك رفع العلم على طابة، وأيضا اليوم افتتاح بعض المشاريع بمختلف محافظات محافظة جنوب سيناء، منها مثلا مدينة الطور، طور سيناء، والتي تم الافتتاح فيها العديد من المشاريع مثل ممشى أهل مصر بعد تطويره، وأيضا شارع 306 الذي يرمز إلى ثورة 30/6. نتحدث أيضا عن وجود بعض المعارض التي سيتم افتتاحها غدا بالفعل في صباح اليوم مثل معرض الزهور أو معرض ديارنا. تحدثنا أيضا اليوم في زيارة مختلفة لعدد من الوزراء مثل وزير الشباب والرياضة، وزير المالية، ووزير الري، ووزير الأوقاف الذين شاركوا، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في زيارة بعض الأماكن السياحية هنا في جنوب سيناء. أيضا من أهم هذه الأماكن، المكان الذي أقف فيه الآن هو حمام موسى، وهو هذا المكان الخاص بالاستشفاء بالمياه العلاجية التي يأتي إليه العديد من السياح. يتحدثون عن تطوير هذه المنطقة بالكامل، يتحدثون عن مشاريع استثمارية مختلفة حول هذا المكان. أيضا لا تتوقف التنمية فقط على التنمية المعمارية أو التنمية التجارية الخاصة بتحسين معيشة الأهالي هنا في جنوب سيناء، ولكن التنمية الفكرية، حيث كرم اليوم وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بعض الواعظين والواعظات هنا في جنوب سيناء. أيضا هذا ضمن المخطط للتجديد، تجديد الخطاب الديني. إذن نتحدث عن استرداد للأرض في هذا اليوم العظيم ورفع العلم، وأيضا تنمية تجارية ولتحسين معيشة أهالي جنوب سيناء، وأيضا تنمية فكرية، وأيضا بعض الاحتفالات الخاصة في الشوارع مثل وجود أعلام مصر في الشوارع المؤدية إلى الأماكن مختلفة، المشاريع التي مررنا بها على مدار يومين وستستمر إلى غد بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس من محافظة جنوب سيناء.